السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حصة زين وهمة. الوصفة تاع اليوم هما لي بوشيت بالشوكولا، وعندنا المقادير هي عندنا هنا 150 غرام فارينة، 50 غرام سكر ناعم، عندنا 50 غرام من المارغارين طرية، هنا عندنا لافاني والخميرة، عندنا هنا يا زوج مغارف ميزينا، وعندنا 2 صفار البيض. وللديكور عندنا لهنايا شوكولا والمربى تاع المشمش. نبداو في الكيفية. هنا اول حاجة نذوب شوكولا، هذه نخلوها تذوب. نبداو، عندنا هنا مغرف تاع حوالي مغرف تاع مارغارين طرية هي 50 غرام، وعندنا هنايا السكر هكذا، ونديرو هنا شوية لافاني. نخدم هاد الزبدة مع السكر، نديرهم كريمة هكذا. عندنا هنا 2 صفار بيض، يعني في الوصفة هذه باش تدخل 150 غرام فارينة لازم يكون البيض كبير، إذا كان البيض صغير يعني متوسط ما تكملش 150 غرام فارينة. هكذا وعندنا هنايا زوج مغارف ميزينا. هكذا يعني نخلطهم مليح حتى الكريمه هذه تولي يجي يفتح اللون تاعها ما تبقاش هكذا صفراء. هكذا هنا ندير عفوا، عندنا هنايا نص مغرفه تاع خميره، وعندنا 150 ما نكملهاش كامل حتى نشوف باش ما تجينيش العجينه يابسه. كيما هنايا ما نزيدش بزاف فرينه، ما نكملش 150، يعني قلت لكم يعني الا كان البيض كبير كملوا 150 فرينه، الا كان صغير يعني الحبه متوسطه ما تكملوهاش 150. هكذا يعني يجي عجينه طريه. نحكم هنا لابوش، تكون لادوي تاعها رقيقه، تكون مسلنا هكذا وتكون رقيقه يعني باش نخرج لي بيشات يكونوا صغار شويه. ندير بالكميه قليله هكذا،
يعني نعصرها هكذا مليح باش تسهل لي الحلوة هذه، كنخرجها هكذا بلا باش، نقص هنا شوية الفرن. هنا ندردر لها شوية هكذا فارينة، ولا تيرو تحبوا ديروا بابي كويسون ديروا بابي كويسون هكذا. راح نستعمل هنا هكذا، نستعمل هكذا باش نحبسها في النص. هكذا يعني يكونوا متساويين كامل كيف كيف، باش كي نلصقوهم ندير لهم الشيكولا منهم يبانوا كيف كيف. يعني هنايا ننجم نجبدها هكذا، هكذا يعني كي تكون فيها الفرينة تحكموا فيها كيما تحبوا نتوما. هكذا يعني الفرن كنت وجدته مقبل مدة 5 دقائق، ويديرهم يطيبون مدة تاع من 10 دقائق حتى 12 دقيقة. يعني دائما نقول لكم دائما حسب الفرن تاعكم، كي يكون الفرن صغير دائما نقصوا له درجة الحرارة، ما ديروش 160 ديروا 150 هكذا. نديرهم في الفرن يطيبوا. نديرهم يطيبوا، ما خليهمش يطيبوا بزاف، يعني المده تاعهم تكون من 10 دقائق حتى ل 13 14 دقيقه، ودائما يعني عسوهم باش يطيبوا صفاره ما يطيبوش حموره. انا كنت وجدتهم مقبل هكذا، يعني كيما راكم تشوفوا هنايا ما راهمش طايبين بزاف هكذا، هكذا يطيبوا، خلوهم هكذا بيوضه. هنا ندير نعمر مربى تاع المشماش هنا، يعني راح نثبت حبة على حبة هكذا. يعني من الأحسن نستعملوا هذا الكيس بلاستيكي باش تجي الحلوة نقية، يعني بالمغرف راح تصعب لكم باش تطلوا المربى هذا تاع المشمش هكذا. يعني المربى تاع المربى انتم اختيار تاعكم، ديروا واش حبيتوا نتوما، كاين تاع لانجاس كاين تاع الفخاز، يعني كاين راهو متوفر هكذا. هنا الشوكولا راهي ذابت، ها
هكذا. نبداو هنا في الطالع الحلوى بشيكولا، ولما كانش عندكم يعني هكذا كرياج ديروا بابي كويسون ولا بابي الومنيوم يعني ولا بلاستيك، وفرشوها على السنيوه وطلوا الحلوى تاعكم باش كي تنشف الشيكولا ما كي تقعدوا تنحوا فيها ما تكسرش، ما يتكسرش الحلوى هكذا. انا عندي اللي كنت وجدتها من قبل هكذا. هذه هي الوصفه تاع اليوم، هما لي بوشيت بشيكولا، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ولاكثر التفاصيل شوفوا في كتابي رقم 1 حلويات الجفا، وشكرا الى ملتقى ان شاء الله. Shoo-bee-dee-wee-dee-wop-doo-ba-doo-da-ba-ya-ba-da-da-b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 a-